أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات. سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 32. أبطل باطل من أجهل جاهل قال تدحض في بولك. دخلنا في هذه الأسطورة وقلنا لا نذهب بعيدا لكشف التدليس والتغيير بالجاهلين والأغبياء. الآن التدليس والتغيير الشرعي أو غير الشرعي، المقبول عقلا، المرفوض عقلا، الموافق للأخلاق، المخالف للأخلاق، هذا شيء آخر، هذا يحتاج إلى تخريج من التيمية ومن المارق ومن الخوارج ومن الداعشين ومن أهل التدعيش والداعشين الفكرية. أسطورة 32. أبطل باطل من أجهل جاهل قال تدحض في بولك. قلت لا نذهب بعيدا لكشف التدليس والتغيير بالجاهلين والأغبياء، وهنا التدليس والتغيير الشرعي أو غير الشرعي، الأخلاقي غير الأخلاقي، المبرر غير المبرر، المحرم الواجب، المستحب المكروه، المباح، هذا يحتاج إلى تخريج من قبل الخوارج المارقة دواعش الفكر والعقل والأخلاق. فكان تدليس ابن تيمية في رؤية العين وتأكيده وإصراره عليه في أبلغ ما يقال كانت تحت عنوان في الفهرس مناقشة الأقوال في الرؤية، يبدأ في صفحة 250 وينتهي في 317، أي في 65 صفحة. وقلنا نرجع خطوة، قلنا إذا رجعنا خطوة واحدة فسنجد صفحتين فقط أو قبل صفحتين فقط نجد عنوان أحاديث رأيت ربي إنما كان في المنام، فتبدأ بصفحة 249 وتنتهي في 250، بمعنى أنها صفحة واحدة أو لا تتجاوز الصفحتين. والآن نرجع مرة أخرى خطوة واحدة فقط في الفهرس فنجد عنوان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام، ويبدأ من 191، يبدأ من 191 وينتهي في 249. هذا يعني أنه في أكثر من 58 صفحة جعل لها هذا العنوان رؤية النبي ربه في المنام فقط. أقول فماذا أخفى التيمية ضمن هذه الصفحات؟ ربما نصل معنا إلى إجابة خلال بحث هذه الأسطورة، والله المستعان وهو أرحم الراحمين. في بيان تلبيس الجهمية جزء 7 وما بين الصفحتين 191 إلى 249 المعنونة في الفهرس بعنوان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه في المنام، فإننا نقتبس مقاطع محصورة ما بين الصفحتين 238 إلى 249. والكلام في مقاطع، دخلنا في بعض المقاطع. المقطع الأول قال وقد تبين بما ذكرناه أن الحديث الذي فيه أتاني ربي في أحسن صورة ووضع يده بين كتفي إنما كان في المنام بالمدينة. لاحظ، كان في المنام بالمدينة ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس. التفت جيدا، يعني الآن عندما يريد أن يقول التفت جيدا إلى عبارات ابن تيمية، يعني هو يحاول أن يدفع كل إشكال يسجل عليه، وهذا هو الأسلوب الذي يستخدمه. يعلم بأنه يستعمل أسلوب التدليس والتغرير بالناس وبالقارئين وبالمتلقين، فيحاول أن يجعل دائما الأمور عبارة عن أمور مشوشة ومشوهة.
حتى يجعل له مخرجا منها. التفت جيدا، يقول إنما كان في المنام، إذن يكفي هذا الأمر، إذا كان في المنام إذن مقابل اليقظة وانتهى الأمر، واضح الأمر. لكن لاحظ ذكر في المنام بالمدينة، الآن إذا كان في المنام في مكة هل يفرق عن المنام في المدينة؟ هو في المنام، وأنت تريد أن تثبت هذا الأمر كان في المنام، هذه الرؤيا كانت في المنام، فلا فرق في المنام بين أن يكون المنام في مكة أو في المدينة. إذن عنده شيء يضمر شيئا، لاحظ في المنام كافية، لماذا قال بالمدينة؟ وقلنا يكفي في المنام لإثبات وبيان ما يريد. لاحظ يريد أن يشير إلى أنه في موضع ما، في مورد ما، في نقاش ما، في مغالطة ما، لو تحدث عن رؤية عين في اليقظة أو رؤية عين أو رؤية فؤاد في اليقظة أو رؤية نور، رؤية منام لكنها رؤية عين عند الأنبياء، فسيكون له الباب والمجال لأن يقول هذه في مكة وليست في المدينة، كأطروحة، كمحتمل، كتوجيه، كتوقع، كترجيح، وهذا ما هو ثابت يقينا في أسلوب ابن تيمية وأتباع ابن تيمية. يعني من أول مراحل للتعليم، التعليم في البيت، في المسجد، في المدرسة، يتعلم المغالطة. التيمي، الخارجي، الداعشي، التكفيري، أول شيء يتعلم المغالطة، أسلوب المغالطة. ثاني شيء يتعلم الفحش، كيف يستعمل العبارات الفاحشة وأسلوب السب والتكفير للآخرين. إذن يقول إنما كان في المنام بالمدينة ولم يكن ذلك ليلة المعراج كما يظنه كثير من الناس. قال عثمان بن سعيد الآن يقول ومن الأحاديث، ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها، ومن فسرها برأيه اتهموه. إذن قال عثمان بن سعيد ومن الأحاديث أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها العلماء ورووها ولم يفسروها، ومن فسرها برأيه اتهموه. سئل وكيع عن حديث عبد الله بن عمر الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، أيضا هذا سؤال لأهل الاختصاص وأيضا أنتم بحثوا عنه وارجعوا إلى المراصد وإلى وكالات الفضاء وأطلبوا منهم قرون الشمس بدون تأويل، لا ننسى بدون تأويل. طبعا مهزلة المهازل، المنهج التيمي، التوحيد الأسطوري، منهج الدواعش، والمشكلة يقتلون الناس، يكفرون الناس ويقتلون الناس، مهزلة المهازل. يعني إذا أراد الكاتب، أي كاتب، أن يكتب مسرحية، قصة، رواية فكاهية، فليأتي إلى منهج التيمية في التوحيد، مهزلة المهازل، ويبقى طول العمر يكتب عن هذه المهازل وعن هذه الفكاهات ولا تنتهي. الجنة مطوية معلقة بقرون الشمس، ابحثوا عن قرون الشمس، كم قرن للشمس، ابحثوا عن هذا، اسألوا أهل الفضاء. وقال وكيع، قلنا لا ننسى بدون تأويل، وقال وكيع هذا حديث مشهور وقد روي فهو يروى، فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم. ما هي القرون؟ يقول لا نفسر، تعطيل للعقل، نهائيا تعطيل للعقل، ونتهم من ينكر وينازع فيه، والجهمية تنكره. عندما أقول تعطيل للعقل، لأن مر علينا، ليس الآن، من سنين يمر علينا، يعني إنسان سوي عنده عقل في بتمام العقل، وإنسان متزن ومنصف، فجأة تجد هذا الإنسان قد تغير. وبعد هذا وجدت بأن أئمة الخوارج، أئمة منهج التوحيد الأسطوري، يفتخرون بهذا ويذكرون هذا، يقولون عندما يتحدثون مع إنسان مسبقا يقول له
قبلك كان شخص أو جاء شخص أو سأل شخص عن قضية وقال أنا أؤمن بها عقلا وأصدقها عقلا وعقلي لا يرفض هذا وعقلي يقبل بهذا وأنا أطمئن لهذا، يقول لما تحدثنا معه وحكينا معه فتغير الحال وصار يحكي مثل ما نحكي. ماذا يعني هذا؟ يعني قفلوا على عقله وانتهى الأمر. إذن لاحظ هذا الخطوة الأولى هو إلغاء العقل عندهم، فيدخل عندهم الإنسان يخلع وينزع ويقلع عقله ويدخل بدون عقل حتى لا يناقش بعد هذا. يقول فهو روية، فقد يقول قد روية فهو يروى، فإن سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم ونتهم. التفت جيدا، يعني مع هذا قلنا أيضا نحترم ما يختارون، لكن أكثر من هذا يقول الذي لا يقول بما نقول ونتهم من ينكر وينازع فيه، ونتهم من ينكر وينازع فيه، والجهمية تنكره، إذن نتهم الجهمية. فأي حرية وأي ديمقراطية وأي انتخابات وأي رأي للناس وأي إجماع، لماذا لا نأتي إلى الإجماع في هذه الأقوال؟ لماذا لا نبحث عن إجماع في هذه الأقوال كما يفعل ابن تيمية؟ إجماع الناس، إجماع الجماهير، إجماع الشعوب، إجماع أهل البلد الفلاني أو المدينة الفلانية أو الشهرة أو الأكثر أو المعظم. ولنرى كم عدد التيمية، كم عدد المارقة، كم عدد الخوارج، ونقارن هذا مع عدد المسلمين من الأشاعرة، من المعتزلة، من الشيعة، من الصوفية، من باقي أهل القبلة. كم هي نسبة الموحدين الأسطوريين أتباع الرب الأمرد؟ المقطع الثاني قال فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الصعبة المشكلة أو المشكلة المشكلة المعاني أو المشكلة المعاني، يقول فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث المشكلة المعاني بوكيع. ماذا فعل وكيع؟ قال هذا روية فنحن نرويه، وإذا سألوا عن تفسيره لم نفسر لهم، والذي يعترض على كلامنا فأنتم قولوا ماذا يفعل لهم بالعراقي، فيمزقونه تمزيقا. يقول فلو اقتديت بوكيع كان أسلم لك من أن تنكره مرة ثم تثبته أخرى أو تثبته أخرى ثم تفسره تفسيرا لا ينقاس في أثر ولا قياس عن ضرب المريسي والثلجي ونظرائهم، ثم لا حاجة من بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث، ثم لا حاجة من بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث، ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول. يعني يقول له اخفي هذه الأحاديث، هذه الأحاديث ضمن البروتوكولات السرية، لكل جهة عنصرية يوجد بروتوكولات سرية، أما الذي يعمل بوضوح ومع الحق وفي الحق وإلى الحق فكل شيء عنده مفتوح. الآن نتحدى التيمية، نتحدى المارقة، نتحدى الدواعش أن يعطوا الإذن لأتباعهم، لمقلديهم، لمطاياهم بالنقاش مع أي واحد من الشيعة، مع أي واحد من الصوفية، مع أي واحد من المعتزلة، مع أي واحد من الأشاعرة، لا يسمحون أبدا بالنقاش مع شخص بسيط، مع شخص عادي. فكيف بمراجعة ومطالعة الكتب؟ ونحن من هنا دعونا سابقا وندعو، وكما يدعو الصوفية ويدعو المعتزلة ويدعو الأشاعرة إلى قراءة كتب التيمية ومهازل التيمية، خاصة كتب التوحيد. أنا أنصح الجميع بقراءة كتب التوحيد التيمية التي صدرت عن أئمتهم، واقرأوا المهازل فيها، حتى في كما يسمى في أفلام كرتون، في قصص ألف ليلة وليلة، في قصص السندباد البحري، كم شاهدنا وكم شاهدتم وكم ستشاهدون من
حكايات وأفلام الصغار كما يسمى بأفلام كارتون، كل هذا لا يرتقي إلى ما ذكره التيمية في كتبهم التوحيدية. مهازل مهازل، ومع هذا يكفرون الناس ويقتلون الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فلو اقتديت بوكيع، يعني تلغي العقل وتجمد العقول، كان أسلم لك من أن تنكره مرة أو تثبته وتثبته أخرى ثم تبصره تفسيرا لا ينقاس في أثر ولا قياس، ثم لا حاجة لمن بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث، ثم فسرته تفسيرا أوحش من الأول، فقلت يحتمل أو يحتمل أن يكون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى شابا في الجنة من أولياء الله وافاه الله أو وافاه رسوله في جنة عدن، رأى شابا في الجنة من أولياء الله وافاه رسوله في جنة عدن فقال دخلت على ربي، يعني يقول له لماذا تؤول؟ يقول لك لأن عدم التأويل يعني التجسيم، يعني التشبيه، يعني الجهتية، يعني اللا قدسية، يعني اللا تنزيه، فماذا أفعل؟ يقول أول، والتأويل والمجاز هو أسلوب عربي استخدمه القرآن، وهو ضمن القوانين اللغوية والعرفية. فدخلت على ربي في الجنة، أي دخلت على مخلوق قدسي من مخلوقات الله سبحانه وتعالى في الجنة شابا جعدا، دخلت على عبد من عباد ربي في الجنة شابا جعدا. يقول فقد ادعى، إذا قلت بهذا فقد ادعى المعارض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفرا عظيما، أنه دخل الجنة فأرأى شابا من أولياء الله فقال رأيت ربي، هذا كذب وكذب وافتراء على المعارض. كما بينا قبل قليل المعارض قدر عنوان الشاب هنا، فماذا عندما يقول؟ لاحظ هذه العقول الصغيرة، عقل صغير، عقل فارغ، لا يمتلكون العقل، لا يمتلكون الفكر، جهال. يقول دخلت على ربي في جنة عدن شابا جعدا فقلت رأيت ربي، عندما تعوض هنا وتقدر هنا، ألا تقدر هنا يا داعشي الفكر، يا متحجر الفكر؟ دخلت على شاب من مخلوقات ربي في جنة عدن شابا جعدا فرأيت هذا الشاب، فرأيت هذا الشاب المخلوق، هذا الشاب العبد لربي. لكن هذه هي عقولهم، ويتعاملون مع كما قلنا مع الجهال، فتسري عليهم هذه الخزعبلات. المقطع الثالث، ثم قال المعارض بعد ما فسر هذه التفاسير المقلوبة، قال المعارض ويحتمل أن يكون أو يحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين، ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعها أو وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين. ثم قال المعارض بعدما فسر هذه التفاسير المقلوبة، قال ويحتمل أن يكون هذا من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة فدسوها في كتب المحدثين، قال، والكلام ينقله ابن تيمية كما قلنا، قال أي ابن تيمية عمن نقل عنه. يقول قال فيقال لهذا المعارض الأحمق، التفت جيدا، فيقال لهذا المعارض الأحمق، يعني كما لا ننسى أنتم يا أعزائي، أنتم أيها الشيعة، أيها الأشاعرة، أيها المعتزلة، يا أهل القبلة، أيها الصوفية، كلكم أنتم أهل التوحيد، أهل التنزيه والتقديس، وهم أهل التجسيم والشاب الأمرد والآلهة والأوثان المتعددة
المليونية والمليارية. ماذا يقول؟ يقول له فيقال لهذا المعارض الأحمق، التفت، يتحدث مع عالم، مع شيخ، مع محدث، مع روائي، مع إمام بهذا الأسلوب، وعندما تدافع عن أئمتك تنزل عليك صواريخ وراجمات ومفخخات الدواعش من هنا وهناك. فيقال لهذا المعارض الأحمق الذي تتلعب به الشياطين: أرأيتك أيها الجاهل إن كان الحديث عندك من وضع الزنادقة فلم تلتمس له الوجه والمخارج من التأويل والتفسير كأنك تصوبه وتثبته؟ أفلا قلت أولا إن هذا من وضع الزنادقة فتستريح وتريح من العناء، أو تربح العناء والاشتغال وتريح من العناء والاشتغال بتفسيره، ولا تدعي في تفسيره على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله تعالى فقال هذا ربي، غير أنك خلطت على نفسك فوقعت في تشويش. طبعا كما أجبنا قبل قليل يقول أنه دخل الجنة فرأى شابا من أولياء الله فقال هذا ربي، كما قلنا هذه مغالطة، لأنه عندما تعوض هناك، يعني المؤول، أهل التأويل، أهل التنزيه، أهل التقديس، عندما لاحظ، عندما يعوض، عندما يقدر كلمة أو أكثر من كلمة في صدر الحديث، فبالتأكيد هو سيقدر هذا في باقي الحديث، في باقي أجزاء الحديث. أيها الغبي، أيها المتحجر، أيها الداعشي، فعندما قال رأيت شابا من أولياء الله، فطبعا سيقول هناك عندما يقول قال هذا ربي، أي قال هذا الشاب من أولياء ربي، وانتهى الأمر. غير أنك خلطت على نفسك فوقعت في تشويش وتخليط، لا تجد لنفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط. لاحظتوا، يعني يعتبرون أنفسهم علماء أئمة وهم بهذه التفاهة وبهذه السذاجة وبهذه السفاهة. هذا عالم يقول، إذن يقول وتخليط لا تجد نفسك مفزعا إلا بهذه التخاليط، ولن يجدي عنك شيئا عند أهل العلم والمعرفة، وكلما أكثرت من هذا وشبهه ازددت به فضيحة. كما قلت أن هذا لا ندافع عن المعارض، ولكن قلنا النهج العلمي يقتضي استيعاب كل المحتملات أو أكثر المحتملات في المسألة كي يكون البحث أكثر شمولية وواقعية ودقة. وقلنا أيضا صار احتجاج على ابن تيمية ومنهج التيمية إذا كان استيعاب المسألة بمحتملاتها وتفريعاتها مرفوضا عندكم، وتتهم يا تيمية تتهم فاعله وتفتري عليه بما قلته للمعارض. فإذا كان كلامك صحيحا وكنت واعيا لما قلت يا تيمية، فلماذا لم تنصح نفسك قبل المعارض وتركت الجهمية، المعتزلة، الأشعرية، الشيعة، الصوفية وغيرهم أو غيرهم على باطلهم، وتستريح وتريح بالدعاء أن ما جاءوا به من وضع الزنادقة دون الإطالة معهم في الردود الفارغة الحشوية الممتلئة تناقضات وخرافات وخزعبلات؟ المقطع الرابع. قال وروى المعارض أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني ربي في أحسن صورة فقال يا محمد، صلى الله على محمد وآل محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا علم لي يا رب. فوضع كفه بين كتفي ثم وجدت برد أنامله على صدري أو في صدري، فتجلى لي ما بين السماء والأرض. فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقول، لاحظ هذا التأويل، المؤول يقول، فادعى المعارض أن هذا يحتمل أن يقول أتاني ربي من خلقه بأحسن صورة فأتتني تلك الصورة وهي غير الله، والله فيها مدبر، هو المدبر لكل شيء، للصور ولغير الصور، والله فيها مدبر. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري،
يعني تلك الصورة التي هي من خلقه، والأنامل هي أنامل تلك الصورة وهي تلك الصورة. لاحظ يعني كأنه يريد أن يقطع كذب وافتراء ومغالطات التيمية. يعني يقول عندما أعوض هناك وأقدر هناك عنوان الشاب أو عنوان الصورة، أيضا في المقطع الثاني والثالث والرابع من الرواية أيضا أعوض هذا التعويض. فكما يقول هناك أتتني الصورة، أتاني المخلوق بأحسن صورة وفي أحسن صورة. وبعد هذا عندما نأتي إلى وضع الأنامل واليد، أيضا أنامل اليد، أنامل يد الصورة وأنامل الصورة ويد الصورة وكف الصورة. يا عقول يا متحجرة، أيضا هنا يعوض هذا ويعوض هذا. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري، يعني تلك الصورة التي هي من خلقه والأنامل لتلك الصورة. إذن كيف تقول إلى الله؟ يقول منسوبة إلى الله على معنى أن الخلق، أن الخلق كله لله. فيجيب من يجيب؟ يجيب المنهج التيمي، السلوك التيمي، العلوم التيمية، العبقرية التيمية. ماذا يقول له؟ فيقال لهذا المعارض: كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم. هذا قرأناه في الدرس السابق. أقول أولا هذه أخلاقيات ابن تيمية وأتباعه وأمتهم، فمن أين لكم هذا؟ ثانيا عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني في كتاب، طبعا ما شاء الله كل العلوم خاصة جماعة الخوارج وكلاب النار وخنازير النار وأنجاس النار الذين يقتلون الآن ويرهبون الناس في كل مكان ويخربون البلاد ويقتلون العباد. هؤلاء ليس فقط قضية الأجانب هنا حسب المناطق، الشيشاني والأفغاني والباكستاني والتركمانستاني والفلاني والفلاني، هذه ليست جديدة. عندما ترجع إلى أئمة التوحيد الأسطوري ستجد أنهم ينتسبون إلى غير العرب. يتهم الشيعة بأنهم فرس ومجوس وهم المذهب الوحيد الذي يختص ويتمحض بالأئمة العرب، بالسادة، بالهاشميين من آل البيت سلام الله عليهم. فنحن العرب وأصل العرب والعروبة والنبوة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لما تصل الأمور إلى هنا يقول لا فرق، ويقال لا فرق بين عربي وأعجمي. نعم كذلك لا فرق بين الأموي والأعجمي، بين الأموي العباسي، بين الأموي وآل بيت النبي، أيضا لا فرق بين هذا وهذا. لا فرق بين الشامي والعراقي، الشامي واليمني، الأموي والفارسي، الأموي والعثماني، أيضا لا فرق. لماذا فقط هنا لا فرق وهنا يوجد فرق؟ أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم تجري على الزهراء عليه السلام، وتجري على علي عليه السلام، وتجري على الحسن وعلى الحسين، لكن أيضا تجري على خال المؤمنين، أيضا تجري على أم خال المؤمنين، تجري على أبي خال المؤمنين، تجري على معاوية وعلى أبي سفيان وعلى هند وعلى يزيد وعلى مروان وعلى آل مروان، أيضا هنا تجري. أيضا كذلك إذا قرب النبي فاطمة بضعة النبي، وهذا هذه الصلة وهذه القربة وهذا الرحم لا يقدم ولا يؤخر، ويبقى العمل الصالح والتقوى. إذن أيضا الصحابة، أيضا عنوان الصحبة لا يؤثر ولا يقدم ولا يؤخر، وعنوان خال المؤمنين لا يقدم ولا يؤخر، وعنوان أم المؤمنين لا يقدم ولا يؤخر. لاحظ من الإنصاف أن نضع القواعد العامة التي تنطبق على الجميع، المرجعيات والأصول الفكرية والحوارية والعلمية، لكي يكون النقاش والحوار وتقبل النقاش والحوار والاحتجاج يكون تاما. لكن أين يقبل التيمية بهذا؟ من أين عندهم الرموز؟ ليس عندهم أي رموز. الآن ارجعوا إلى دولة الدواعش، كل القتل والإجرام الذي يفعل الآن، كل الفكر التقتيلي الآن،
كل سفك الدماء الذي يحصل الآن، كل منكم يجري استقراء، ما هي الأفكار التي يحقن بها هذا المغرر به هذا القاتل؟ هل أفكار الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه، أو عمر رضي الله عنه، أو عثمان فضلا عن أهل البيت سلام الله عليهم؟ لا يوجد. هل أفكار أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل؟ لا يوجد. أفكار ابن تيمية، نعم، هذا هو الحاصل، هذا هو الواقع. فعندما نتعامل مع ابن تيمية وأفكار ابن تيمية، لأنها هي الأفكار القاتلة، ليس منهج عمر ولا منهج أبي بكر ولا منهج عثمان ولا منهج أئمة المذاهب، منهج التقتيل والتكفير، لا، هذا منهج التيمية. إذن يقول، أقول ثانيا، عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني في كتاب نقض، كتاب اسمه نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، فيما افترى على الله عز وجل في التوحيد، هذا عنوانه، أيضا يشتهر هذا الكتاب بعنوان النقض على المريسي أو نقض الدارمي. إذن من هو الكاتب أو المؤلف؟ عثمان الدارمي ابن سعيد الدارمي. في الجزء الثاني ماذا قال الدارمي؟ قال: وروى المعارض أيضا عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد فيما يختص بالملأ الأعلى. إذن يقول: فادعى المعارض، فيقال لهذا المعارض، التفت جيدا، أنا الآن أتيت بهذا المقتبس من كتاب النقض، نقض الدارمي، من نفس المصدر. يقول الدارمي، يقول عثمان بن سعيد، فيقال لهذا المعارض: كم تدحض في قولك، التفت جيدا، كم تدحض في قولك وترتطم فيما ليس لك به علم. الآن يقول: وهذا أبطل باطل لا ينجع إلا في أجهل جاهل. أقول أولا، هذا المقتبس بطوله قد ذكره ابن تيمية بالنص وتقليد أعمى على قاعدة هذا ما وجدنا عليه آباءنا، قال تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وقد ذكر تيمية في صفحة 239 ماذا قال؟ قال عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب النقض على المريسي ومتبعيه، وذكر المقتبس بطوله. عندي قول أول وثاني، لأن أنا لازلت في ثانيا. أقول الأول، هذا المقتبس بطوله ذكره ابن تيمية. الثاني، لكن يوجد تعديل قام به ابن تيمية، حيث أبدل كلمة قولك بكلمة بولك، مع الاعتذار على ذكر هذه الكلمات خلال الدرس، لكن ماذا نفعل هو هذا الدرس. لكن يوجد تعديل قام به ابن تيمية، حيث أبدل كلمة قولك بكلمة بولك، لأنها أنسب للاحتجاج وأليق وأبلغ عنده من تلك. فقال تيمية: كم تدحض في بولك، بينما الدارمي قال: كم تدحض في قولك. فهل يصح ويجوز منه هذا التدليس أو لا؟ وهل هو تدليس شرعي أو غير شرعي، أخلاقي أو غير أخلاقي، مهني أو غير مهني. الثالث، ويوجد تصحيح قام به شيخ تيمية، فقد أبدأ لفظ الضعيفة بلفظ الصعبة، ظنا منه أن الضعيفة لا تناسب العبارة. أي عبارة؟ قال الدارمي: فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الضعيفة، الدارمي قال في مثل هذه الأحاديث الضعيفة المشكلة المعاني بوكيع. ابن تيمية وجد هذا لا يناسب، كيف يقول الضعيفة؟ وهو قبل هذا قال: يروى ويحكى عندما أتى بمثال ومنهج وكيع، فأبدل كلمة الضعيفة فقال الصعبة بسهولة بجرة قلم وانتهى الأمر. طبعا لم يذكر هذا، لم يذكر التصحيح، دلس ومرت،
ضمن كلام كثير وصفحات كثيرة كلمة لا يلتفت إليها. وبعد هذا من يرجع إلى نقد الدارمي؟ من يرجع إليه؟ حتى من بعض المعلقين، بعض الشراح، بعض الدراسات الماجستير أو ما يرجع إليها عندما علقوا وكتبوا لم يلتفتوا إلى هذا، يعني من راجعت له لم يلتفت إلى تغيير هذه الكلمة أو هذه اللفظة، أو قد التفت وعلم بهذا الأمر، علم بأنه يوجد خطأ، يوجد خلل، يوجد إشكال، يوجد شيء، يوجد تضعيف، فلا بد أن يدلس، لأنه إذا بقي على التضعيف إذن هذا إمام من إمام التوحيد الأسطوري يقول بضعف هذه الرواية، فكيف يقول بضعف هذه الرواية؟ فبكل سهولة حصل التدليس. كما قلت لكم أساتذة في التدليس، هذه هذا من زمن ابن تيمية، يعني في القرن السابع والثامن الهجري، يعني أكثر من 700 عام أو ما يقارب 700 عام، عنده إبداعات سبق بها الزمان والمكان والعباد حتى في التدليس. فقد أبدل لفظ الضعيفة بلفظ الصعبة ظنا منه أن الضعيفة لا تناسب العبارة، فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الضعيفة فأبدلها بالصعبة، الضعيفة المشكلة المعاني بوكيع فأبدل الضعيفة بالصعبة، فقال فلو اقتديت أيها المعارض في مثل هذه الأحاديث الصعبة المشكلة المعاني بوكيع، فهل هذا التدليس جائز أو لا؟ وهل هو أسلوبهم ومنهجهم الدائم في تصحيح وتلميع ما كتبه الآخرون وحسب ما يراه المدلس من مصلحة لدفع خطأ أو منقصة وقع فيها أحد أئمتهم، أو لدفع إشكال وطعن سجل على منهجهم ومبانيهم، فنجد حركة التدليس مستمرة على طول التاريخ، فهل يجوز هذا؟ وإذا كانت كذلك فهل لك أن تتصور كم حصل من تزييف في الأحاديث والوقائع والحقائق التاريخية منذ الصدر الأول للإسلام إلى يومنا هذا؟ ولا ننسى الحكم الأموي لم ينتهي حتى بعد أن سيطر العباسيون وطردهم العباسيون من الشام، أسست لهم دولة وكانت تجبى لها الأموال الكثيرة في بلاد الأندلس، فبقيت وبقي المنهج الأموي له امتداد وله جذور لمئات السنين. الخامس، هل بروتوكولات التوحيد الأسطوري الداعشي السرية تدخل ضمن التدليس المحرم شرعا وأخلاقا أو لا؟ قال في صفحة 239، قال وليس هذا من الحديث الذي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان. قال وليس، يعني يتعاملون مع الناس عبارة عن حجارة، عبارة عن صبيان، عبارة عن أغبياء، عبارة عن مطايا، عبارة عن أغنام، يا أتباع التيمية، يا أتباع الدواعش، يغرر بكم ويرسل بكم إلى الموت، إلى الإرهاب، إلى الإجرام، إلى جهنم، حكموا عقولكم، يتعاملون معكم كالصبيان، كالعبيد، كالمرتزقة، كالبهائم. قال وليس هذا من الحديث الذي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان، لماذا تخجلون من هذا الحديث؟ ألا يوجد أمر بنشر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإيصال هذا الحديث إلى الناس؟ قال وليس هذا من الحديث الذي يجب على العلماء نشره وإذاعته في أيدي الصبيان. وقال في صفحة 242، ثم لا حاجة من بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث. لاحظ ارتقى قليلا، هناك قال في أيدي الصبيان وهنا تحدث عن الناس، ثم قال وقال لا حاجة لمن بين ظهريك من الناس إلى مثل هذه الأحاديث. ثالثا، وقال الدارمي في كتاب النقض على المريسي
وذكر المعارض أيضا عن مجاهد قال يقول داود عليه السلام يوم القيامة أدنني، فيقال له ادنو، فيدنو حتى يمس ركبته. يوم القيامة يأتي يقول أدنني، فيقال له ادنو، فيدنو حتى يمس ركبته. الآن يمس ركبته، الآن هل هو يرتدي السروال القصير، يرتدي الشورت، هل هو من الرياضيين، هل هو من الطباخين، هل هو من الكتاب، هل هو من العرب، هل هو من الأعاجم، هل هو شرقي أو غربي، ماذا كان يرتدي؟ أيضا هذا لا متخيله بالأمر، لكن يقول طبعا لا مدخل له بالنقاش الآن، لكن ماذا يرتدي وهل كانت المماسة والمس ما بين هذا وهذا وهذا بهذا، هل يوجد بينهما حجاب، هل يوجد لباس، هل يوجد حاجب؟ فيدنو حتى يمس ركبته. فادعى المعارض، التفت جيدا، ركبة هنا وركبة هنا، يقول المعارض ماذا يفعل، ماذا تقولون أنتم؟ الآن لا يوجد ما يدل إلى شيء محذور في هذه الرواية، لكن عندما تعلمون بأن هذا الذي دنا داود وذاك الذي دنا إليه هو الله، وهذه ركبة داود وهذه ركبة الرب، فمست هذه الركبة، هذه الركبة أين أهل التقديس والتنزيه؟ ألم أقل لكم هذه حكايات السندباد البحري وألف ليلة وليلة؟ هذا هو توحيد التيمية، لا يقبلون. يعني مع هذه المهازل، مع هذه أفلام الكرتون، والآن تذكرت يوجد كرتون، عندما كنا صغارا نشاهد الكرتون، أفلام كرتون سابقا، أعتقد اسمه بربا بابا أو بربا ماما، هذا الشكل أو الهيئة التي تغير الشكل ب ما تريد وما تشتهي وما تحب، فهذه يمكن أقرب صورة لإله التيمية، بربا بابا بدل الشاب الأمرد، لأنه يتكيف ويتشكل في جميع الصور وعلى جميع الصور، فيحتاج إلى بربا بابا. فيقال له ادنه، فيدنه حتى يمس ركبته. فادعى المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه، ماذا يفعل؟ هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى وضع ركبته، أو ذاك داود وضع ركبته فمست ركبة الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فادعى المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه ذي ركبة حتى يمس ركبة داود ركبة ذلك. ألم أقل لكم فكاهة ومزحة ومهزلة وقصص أطفال ورياض أطفال وأفلام كارتون؟ هذا هو التوحيد التيمي، ومع هذا نحترم أفلام كارتون التيمية، ما عندنا مشكلة مع هذا، ومع هذا نحترم قصص السندباد البحري والجوي والبري التيمي، أيضا ما عندنا مشكلة، ومع هذا نحترم قصص ألف ليلة التيمية، أيضا ما عندنا مشكلة مع هذا، مع هذا نحترم بربا بابا التيمية، أيضا ما عندنا مشكلة، نحن نحترم الآخرين، ومع هذا أيضا لا نكفر التيمية مع كل هذه التي يعتقدون بها، أيضا لا نقول نطلبهم أن لا يكفروا، كفروا على راحتكم، لكن لا تقتلوا، لا تسفكوا الدماء، ما يوجد مشكلة، كفر، قل هذا كافر ومرتد وجهمي، ليس عندنا أي مشكلة في هذا. الآن أنتم تقولون جهمية، نحن نقول نحن جهمية، تقولون رافضة، نحن نقول رافضة، ما عندنا مشكلة هذه التسميات وهذه العناوين، لكن المشكلة في الإرهاب وسفك الدماء. فادعى المعارض أن تأويله أنه يدنيه إلى خلق من خلقه ذي ركبة حتى يمس ركبة داود ركبة ذلك، قال ويحتمل أن يتقرب إليه بالعمل الصالح،
التفت جيدا. يعني يقول ما هو التأويل؟ التأويل نقول ليس الله سبحانه وتعالى كان جالس، كان كما عوض هناك وقدر هناك. قال خلق من مخلوقات الله، عبد من عبيد الله، ملك من ملائكة الله، أي شيء يعني أي تقدير. أو نقول هذا الاقتراب هذا إشارة ومجازية وكناية على أنه تقرب بالعمل الصالح ولا يراد به المعنى الحقيقي المعنى الظاهري، وإنما يراد به المعنى المجازي المعنى المؤول. أين المشكلة هنا؟ كما أن الأشاعرة والمعتزلة والشيعة احترموا ما تختارون من أفلام كارتون وسندباد بحري وألف ليلة وليلة وبربابابا وكل أنواع الأفلام كارتون القديمة والحديثة، ما يوجد أي مشكلة. أنت أيضا احترم المقابل، هو يريد أن يقدس، يريد أن ينزه، الشيعي الصوفي الأشعري المعتزلي. فقال هذا إما يوجد تقدير أو أنه هذا عبارة عن اقتراب بالعمل الصالح. يقول فلو كان، التفت جيدا، هذا من؟ هذا كما يقال هذا على أساس الزين، هذا زينهم، هذا على أساس القليط مالتهم. هذا من الآن؟ الدارمي الذي قلنا قبل قليل لم يقل، لم يذكر في بولك وإنما ذكر في قولك. لنرى هذا الزين ماذا سيقول. يقول فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه. لاحظ، هو منهج، هي تربية، هي أخلاق، هو سلوك، كما الآن أيضا يحصل. يعني عادة الأستاذ حتى في المدرسة ضمن دوام الأستاذ، ليس يعني كما هو الآن، الآن التربية وما يؤسف له انتهت والأخلاقيات انتهت. دائما الطلبة مع الأستاذ الذي يتعامل معهم والذي يتفاعل معهم يتأثرون بشخصيته. العالم مدرب الفريق المرجع والمرجعية تتأثر الآن يعني بصورة عامة. أنت ترى ضع كل عالم من العلماء، السنة والشيعة، كل مرجع من المراجع، كل قدوة من الذين يقتدى بهم، كل خطيب من الخطباء، من يسمع لهذا ومن يسمع لهذا ومن يتبع هذا ومن يتبع هذا. بصورة عامة تجد سلوكيات المرجع والمرجع تنعكس على وفي المقلدين وعند المقلدين. هذا منهج وهذا منهج، حتى في قضية العلم وطلب العلم والبحث كمنهج عام. يعني يوجد طبعا شيء ويوجد شذوذ، يوجد خروج عن القاعدة وعلى القاعدة، لكن نقول كمنهج عام، كسلوك عام، كل واحد يتطبع بالقدوة، بالرئيس، بالمسؤول، هذا هو المنهج العام. يقول فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه، التفت جيدا، لاحظ، يقطع لسانك، ليس فقط هذا، وإنما يقول هذا قطع اللسان من النصيحة، والنصيحة واجبة، والدين النصيحة. لاحظ كيف يغرر بالجهال عندما يقفل العقل ويقفل على عقل الإنسان، يصدق أو لا يصدق بهذا. يقول فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه. ويقول له هذا الدارمي، يقول ويلك، أي زنديق تروي عنه هذه التفاسير ولا تسميه؟ أي زنديق تروي عنه هذه التفاسير ولا تسميه؟ أيها الجاهل، لو تكلم، التفت، هو يتحدث مع المريسي، المريسي أيضا عالم، أيضا محدث، أيضا من كبراء العلماء. يقول لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا، فكيف إنسان؟ هذا هو الأسلوب. يقول فلو كان لهذا المعارض، ماذا فعل المعارض؟ قال أنا أمزه وأقدس. الكلام هنا مع المعارض، مع المريسي، المريسي ليس شيعيا، على أقل تقدير ليس بشيعي. ماذا قال؟ يريد التنزيه والتقديس. وأيضا فقط الإشارة أنبه، يعني يوجد تقليد، يوجد مذاهب فقهية، التفت جيدا، هذه هي التي فيها التقليد، مذهب حنفي وحنبلي وشافعي ومالكي وإمامي أو جعفري أو حتى الزيدي وغير هذا من مذاهب، هذا مذهب فقهي، هذا الذي يقال فيه بالتقليد. التيمية والدواعش قلبوا هذه الحقائق، انتقدوا التقليد وكفروا الناس على التقليد. أي تقليد؟ هذا التقليد بالفروع، التقليد بالأحكام الشرعية، فكفروا الناس على هذا وفسقوا الناس على هذا الأساس وخرجوا الناس من الدين على هذا الأساس.
وألزموا الجهال الأغبياء، ألزموهم بالتقليد في العقائد، والعقائد ليس فيها تقليد، يحرم التقليد في العقيدة. فصاروا يقلدون تيمية بالعقيدة. تيمية ليس عنده منظومة فقهية، منظومة في الفروع، كما عند مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة. لا، ليس عنده هذا، ليس بفقيه، هو خاض في مسائل التوحيد وغرق في مسائل التوحيد وضاع في مسائل التوحيد، فأتى بالخزعبلات والخرافات والأساطير. فهم يقلدون التيمية بهذا الأمر، وهذا من أفحش التدليس على الناس والتغرير بالناس. فالمريسي إذا تحدثنا عن التوجه الفقهي فهو من تلاميذ من طلبة أبي يوسف، تلميذ أبي حنيفة رضوان الله عليه، فهو حنفي المذهب بلحاظ الفروع، بلحاظ الأحكام، واتخذ منهج الكلام منهج التنزيه والتقديس. يقول: فلو كان لهذا المعارض من يقطع لسانه كان قد نصحه. ويلك، أي زنديق تروي عن هذه التفاسير ولا تسميه أيها الجاهل، لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا. أيها الجاهل، لو تكلم بهذا شيطان أو مدمن خمر سكران ما زاد عليك جهلا، فكيف إنسان؟ هذا في نقض الدارمي الجزء الثاني بين صفحتين من 742 إلى 743، في صفحة 42 و43 بعد 700. رابعا، الدارمي ولد قبل 200 هجري، ولد قبل سنة 200 هجرية، بينما ابن تيمية ولد عام 661 هجري. فالدارمي سبق تيمية بما يقرب من 500 عام. فالدارمي إمام ابن تيمية وقدوته ومرجع تقليده في التوحيد التجسيمي والنقاش العلمي. وكما تبين لنا قبل قليل أن ابن تيمية تصرف بعبارة الدارمي، فحذف لفظ قولك ووضع لفظ بولك، وبهذا الفتح المبين والتغيير الإبداعي الراقي خرج ابن تيمية، خرج ابن تيمية من عنوان التقليد إلى عنوان الاجتهاد، فصار مجتهدا إماما وإمام الأئمة. وأنتم تعرفون بأي شيء بهذا التغيير. فهنيئا لأتباعه به وبفتوحاته. ولنرجع إلى إمامه الأصلي الدارمي في مورد آخر في كتاب النقض على المريسي، في هذا المقتبس الواقع بين صفحة 769 إلى 797، يعني من 770 إلى 797، مقتبس ضمن هذه الصفحات. قال الدارمي: باب إثبات الضحك. يقول الدارمي: ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله يضحك، إلى شيء ضحكا، هو الضحك طاعما على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسرها أقبح التفسير. لاحظ، هو لم يطعن بالروايات، المريسي لم يطعن بالروايات، وإنما قال معنى الرواية، المعنى المراد بالرواية هو هذا المعنى وليس المعنى الصريح وليس المعنى الحقيقي. لأن المعنى الحقيقي إذا أخذنا بالمعنى الحقيقي فلا تقديس ولا تنزيه لله وللذات الإلهية، فدفعا للهتك للذات الإلهية وتحقيقا للتقديس والتنزيه نقول بالتأويل وبالمجازية، وهو أسلوب عربي وأسلوب عرفي، والقرآن انتهج هذا المنهج وهذا الأسلوب في كثير من الموارد، ومنها هذا المورد. بل نكون ملزمين بموارد التنزيه والتقديس أن نلتجئ إلى التأويل. يقول: ثم أنشأ المعارض أيضا منكرا أن الله يضحك، إلى شيء ضحكا، هو الضحك طاعنا على الروايات التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفسرها أقبح التفسير ويتأولها أقبح التأويل. لاحظ عنوان الطعن على الروايات، فهذا افتراء على
المريسي، هو لم يطعم بالروايات، هو فسر الرواية، وهو يقول يفسر الرواية ويتأول الرواية. الآن أنت تقول أقبح تفسير، هو لا يقول أن هذا هو أقبح تفسير، بل يقول هذا من أروع تفسير، وهذا من التقديس والتنزيه لله. وأما أنت ما تفعله أنت عندما تحمل هذا، فأنت ممن يقدح بالذات الإلهية، فأنت من جماعة أفلام كارتون والسندباد البحري وقصص ألف ليلة وليلة وبربا بابا وتوم وجيري وأنا حوريك، ولتبقى على ما أنت عليه. ليس عندنا مشكلة في هذا، نحن نريد التنزيه والتقديس. يقول يفسرها أقبح التفسير ويتأولها أقبح التأويل، فادعى المعارف في تفسير الضحك. قال المؤول، قال الضحك عندما يقول يتحدث عن ضحك الله، عن ضحك الرب، معناها الرضا والرحمة والصفح عن الذنوب. ويعطي مثال من العربية فيه استخدامات لعنوان ولفظ الضحك، وقد استخدم في غير الضحك المعروف، في غير المعنى الحقيقي، في غير المعنى الذي ينسبق إليه الذهن، في غير المعنى الظاهر. فادعى المعارض في تفسير الضحك أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب. الآن كل منكم يقول ما أروع هذا التفسير، ما أروع هذا التأويل، ما أروع هذا التنزيه والتقديس لله، فأي المشكلة؟ لا يقبل التيمية بهذا التنزيه والتقديس، هذه هي المشكلة. وليست فقط المشكلة تتوقف إلى هنا، أيضا قلنا لا مشكلة عندنا، وإنما يكفرون ويقتلون الناس على هذا الأساس. وهذه شهادة لرقي المعارض، لرقي الخصم. كل عاقل يسمع، كل منصف يسمع، يرتقي بهذا. يقول فادعى المعارض في تفسير الضحك أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب، لذلك هو يقدم السب والشتم والعبارات الجارحة والقادحة والفاحشة، حتى يهيئ ذهن الجهال، ذهن المقرر بهم، حتى لا يذهب ما يقوله الخصم، لا يلتفت إلى ما يقوله الخصم، لا يلتفت إلى ما يقوله المنزه المقدس لله وللذات الإلهية. فادعى المعارض في تفسير الضحك أن ضحك الرب رضاه ورحمته وصفحه عن الذنوب. ألا ترى أنك تقول رأيت زرعا يضحك، فيقال لهذا المعارض لو كان تأويل ضحكه ما شبهت به أيها المعارض من ضحك الزرع، ما كان يقول النبي أول من ضحك الله إليه في الحديث، أتى عنوان أو هذا المقطع، أول من ضحك الله إليه. يقول ما كان يقول النبي أول من ضحك الله إليه لأن خضرة الزرع ونظارة الزرع، لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إليها وآخر. تفهم جيدا؟ يقول ما كان يقول النبي أول من ضحك الله إليه لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إليها وآخر. لا يقصد بضحكه، أي لا يقصد الزرع، عندما يقول الزرع يعني انشقت الأرض، خرج الزرع، ظهر الزرع، كما يقال ضحك الزرع، ضحك النخل، ضحك الطلع عندما ينشق الجيب ويخرج الطلع مثلا، فهذا هو الضحك، له استخدامات كثيرة. فماذا يقول؟ لاحظ، هو تشبيه، هو تأويل، هو مجاز، فقط الإشارة والكلام لمن يعرف الحد الأدنى من المعاني اللغوية والاستعمالات والاستخدامات المجازية، والحد الأدنى من المعرفة في البلاغة، حتى ليس على نحو الدراسة. إذن هو معنى مجازي، هو معنى مؤول، هو معنى آخر. فقال هذا، يعني كما يستخدم هذا، أعطاك مثال، قال الضحك هو الرضا والرحمة والصفح عن الذنوب، ويعطي مثال يقول كما يقال في الزرع يضحك. فما علاقة هذا؟ أعطى مثال، لاحظ، مثال لاستخدام واستعمال عنوان الضحك في غير الضحك الظاهر والضحك المنصوص عليه والضحك الذي يمثل المعنى الحقيقي والأقرب والظاهر لللفظ. لاحظ ماذا فعل،
ذهب يناقش هذا عنوان الزرع. والزرع عندما يضحك فهو عندما يظهر الزرع، عندما يظهر الطلع، عندما يضحك الطلع يظهر الطلع يظهر الزرع، فكل من ينظر إليه فيشاهد الزرع، يشاهد خضرة الزرع، يشاهد نظارة الزرع. والزرع ليس عنده اختيار، ليس عنده شعور، يمنح الخضرة والنظارة لهذا ويمنح هذه عن تلك، بينما الله سبحانه وتعالى له هذه القدرة والاختيار، يعطي لهذا ويمنح لهذا ولا يعطي لذاك. لاحظ هذا هو الجهل، التفت جيدا. فقط أهل اللغة أهل البلاغة القضية واضحة عندهم، هذه من مهازل المهازل، من مهازل المهازل. هؤلاء هم أئمة التوحيد، من مهازل المهازل. واقرأوا عن هؤلاء في كتب الرجال، في كتب الجرح والتعديل، ماذا يعطون لهؤلاء من عناوين ومن قدسية ومن درجات علمية، وهم بهذا المستوى من الضحالة. أبسط الأمور العرفية اللغوية لا يعلمون بها، لا يفقهون بها. فقط أريد أن أشير لهذا، التفت جيدا فقط حتى الجميع، حتى يكون على علم وعلى يقين في الاستخدام المجازي، في الاستعمال المجازي، في التأويل. فالمؤول، المؤول ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى جهة تشابه واحدة تبرر له وتصحح له المجازية، تصحح له التأويل. اسألوا عن هذا وافهموا هذا الأمر، التفتوا جيدا. يعني عندما مثلا كتقريب لمثال، عندما تريد أن تصف شخص بأنه تستخدم لفظ الأسد لهذا الشخص، التفت جيدا. يعني كمثال أعطي أنا، إذا لاحظت اشتراك بالشجاعة، هذا الشخص كان شجاعا، فهل يصح أن تستخدم لفظ الأسد تقول هذا أسد أو لا يصح؟ الكل يقول نعم يصح، لاحظ بلحاظ الشجاعة. الآن سأقرب الفكرة، لو كان هذا الشخص الشجاع من بلاد أفريقيا، لو كان هذا الشخص الشجاع، لو كان هذا الشخص الشجاع يشبه وأقرب ما يكون، وطبعا الأكرم عند الله هو الأتقى، لكن نتحدث عن صورة عن شكل، أقرب ما يكون إلى القرد، يشبه القرد، الآن هل يصح لك الاعتراض تقول لا يصح استخدام الأسد بخصوص هذا الشخص الذي يشبه القرد؟ هل يصح منك هذا؟ هل يعقل أن يصدر منك هذا؟ لاحظ أنت إنسان عرفي، إنسان تتحدث بالعامية، تفهم العامية. أنا قلت هذا أسد بلحاظ الشجاعة، فإذا كان يشبه القرد أو يشبه الكلب أو يشبه الخنزير أو يشبه الطير أو يشبه الدجاجة، الماعز أو غير هذه من الأشكال، هل يوجد مشكلة هنا؟ هل يكون استخدامي واستعمالي للفظ الأسد بحق هذا الشخص ولهذا الشخص بلحاظ شجاعتي، هل يكون هذا الاستعمال على نحو الخطأ والغلط؟ يا تيمية يا حجر يا عقول متحجرة، فأنتم كم تدحضون في ما تقولون على الآخرين؟ التفت جيدا. فالمؤول المنزه المقدس والمريسي هنا ليس دفاعا عنه، لكن في هذا المقام لاحظ جهة تشابه فصح عنده التأويل، صح عنده المجاز، صح عنده الاستعمال والاستخدام، وانتهى الأمر. الآن يوجد، لاحظ، إذن في الاستخدام المجازي يكفي جهة واحدة للتشابه ويصح الاستخدام والاستعمال المجازي ويصح التأويل، حتى لو وجدت ملايين الاختلافات وانتهى الأمر. يقول لأن خضرة الزرع ونظارته لأن خضرة الزرع ونظارته بادية لأول ناظر إليها وآخر، لا يقصد بضحكه، لا يقصد الزرع بضحكه إلى تقي ولا يصرفه عن شقي. فكم تدحض في بولك وتعثر في قولك وتغر من حولك، فكم تدحض في بولك وتعثر في قولك وتغر من حولك،
لاحظ هذا غير الكلام السابق. ابن تيمية ماذا قال؟ قال كم تدحض في بولك وترتطم فيما ليس لك به علم. هنا ماذا قال هذا الدارمي؟ قال فكم تدحض في بولك وتعثر في قولك وتغرب من حولك. هذا مورد آخر كان ذاك في نقد الدارمي. المورد الأول عندما قال بقولك ولم يقل ببولك، قال تدحض في قولك ولم يقل تدحض في بولك، هذا كان في نقض الدارمي جزء ثاني في صفحة 732 إلى 739، أي بينما مورد الحديث في صفحة 769 إلى 797. إذن هذا النقض الجزء الثاني. وخامسا، ما هو المبرر الشرعي والأخلاقي لمثل هذا الأسلوب الذي لا يتناسب مع العقل والأخلاق فضلا عن الشرع والإسلام؟ فهل مشروعيته ترجع إلى ما جاء في مسند أبي يعلى ودلائل النبوة للبيهقي والطبقات الكبرى لابن سعد وأنساب الأشراف للبلاذري والمنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي والسنن الكبرى للنسائي ومسند أحمد بن حنبل والطبقات الكبرى وتهذيب الكمال للمزي عنهم؟ سمعت عبد الله بن عمرو يقول لأبيه أبتي أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمار حين يبني المسجد إنك لحريص على الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار. ومن الراوي؟ الراوي عبد الله بن عمرو بن العاص، رفيق معاوية وزميل معاوية وحبيب معاوية، عمرو بن العاص، هذا عبد الله بن عمرو. يقول أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار، هذا عبد الله يقول لأبيه، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار حين يبني المسجد إنك لحريص على الأجر؟ قال أجل، وإنك من أهل الجنة ولتقتلك الفئة الباغية. قال بلى قد سمعته. قال فلما قتلتموه؟ هذا عبد الله بن عمرو يقول لعمرو بن العاص يقول لأبيه فلما قتلتموه إذا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. قال فالتفت ابن العاص إلى معاوية، هذا صحابي وهذا صحابي، فالتفت إلى معاوية فقال يا أبا عبد الرحمن، يا معاوية، يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما يقول هذا؟ قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمار وهو يبني المسجد ويحك إنك لحريص على الأجر ولتقتلك الفئة الباغية؟ قال بلى قد سمعته. قال فلما قتلتموه؟ يعني حكى له هذه الحكاية أو ما حصل بينه وبين ابنه. يقول قال معاوية، التفت جيدا، ويحك، يقول لابن العاص لرفيقه لزميله لحبيبه، يقول له ويحك، هذا صحابي وهذا صحابي، التفت جيدا، يقول له ويحك، نحن لا ليس عندنا أي مشكلة مع أحد وليس عندنا أي ترجيح لأحد إلا ما يقوله الشرع وما يثبته الشرع وما تؤكد هذا الوقائع، فابحثوا عن الأعمال، عن التوجهات، عن المواقف، عن الإيمان، عن الثبات. قال معاوية ويحك ما تزال تدحض في بولك، ويحك ما تزال تدحض في بولك. هذا هو النهج، هذا هو المنهج، هذا هو السلوك. أو نحن قتلناه؟ ويحك
ما تزال تدحض في بولك أو نحن قتلناه، إنما قتله من جاء به. ما تزال تأتينا بهنة تدحض بها في بولك. هذه أنا ذكرت عدة مصادر، ويوجد يعني بعض الاختلاف في المصادر بين مصدر وآخر. إذن هذا قال: ويحك، ما تزال تدحض في بولك أو نحن قتلناه، إنما قتله من جاء به. أو قال: وما تزال تأتينا بهنة تدحض بها في بولك، نحن قتلناه، إنما قتله الذين جاءوا به، يعني عليا وأهل العراق. هذا الراوي يقول. وفي رواية أخرى: نحن قتلناه، إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى ألقوه بيننا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.